المنتخب الكوري صعبة جدا وكرة خطيرة وهدف اول خلاص 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 غلب في هذا المونديال في بلوغ النهائي الكرة حق مشروع من حقوق خاطئة كرة ولمسة جول مانزوكيتش لكرواتيا نعم مانزوكيتش 90 كوادرادو يلعب كرة عرضية خطيرة وراسية كرة يرمينا نعم كولومبيا تعود في الدقائق الأخيرة الكرة عن طريق ميسي والهدف الثالث خطيرة رونالدو في تنفيذ المخالفة رونالدو با 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 رونالدو 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 امسك راسك امسك شعرك امسك صدرك امسك بطنك انت لاعب مميز دخل كبديل هناك بديل وكرواتيا كرواتيا كرواتيا العلامة الكاملة العلامة الكاملة هنا يسجل امامنا هنا ايفان بيريزيتش اللي كان سجل في مرمى الكاميرون والمكسيك في 2014 براين رويس ركله الجزاء وهدف التعادل ياتي هنا للمنتخب الشجاع مع منتخب كوستا ريكا الشر ان ما فيها شيء لكن الان عرضيه راسيه متابعه فيها شيء فيها كل شيء فيها هدف كرواتي فيها كرة رأسية الكرات الناجحة والكروت الرابحة هذه كرواتيا ترفع رأسها مرة سليمة مازال خطر مازالت الخطورة وفرصة الهدف الثاني الهدف الثاني السعودي الهدف الثاني السعودي قاتل كرة غدارة بيتزي يكسب الرهان ركلية لمنتخب الأوروغواي تنفذ رائعة في القائمة الثانية جودينو المطاف تي ديسون كافاني يسجل جول يا
يفتح عداده في هذا المونديال الاماني يسجل الهدف هجمه سريعه شاكيري يا شاكيري يضربهم شاكيري شاكيري ضربهم خلاص ضربهم 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 والله ضربهم ضربهم القسم ضربهم المانو قتلهم السويسري هدف قاتل للمنتخب السويسري المنتخب السويسري يسرق المباراه وشاكيري يسرق الاضواء شاكيري يعلن عن انتصار منتخب الناسيونال المنتخب السويسري قدر كولوبين لسادات والخامس يا سادة كولوبين في الشباك حتى له انفجار في ستاد لوجنيكي بخماسية ميركادو وصلها دخلته ميركادو تسجل جول الارجنتين من تحت الانقاض تعود وتسجل جول الارجنتين بسبع انفاس ميتزا 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 وليس ميسي 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 يا ديجو سام صافي صافي ليوزا غير معقول مش مقبول شنو هذا جالكويف يتقدم في كرة ثابتة لمصلحة روسيا متابعة مستحيل يا رب روسيا لا تودع المونديال لا تودع المونديال يكرر ركنياته يعدد مخالفاته يمشي بالكرة الأطراف والرأسية والدفاع والهدف الثاني والهدف الثاني هاري كين وحده هاري كين قهر بصراحة سيناريو خايب برشا انجلترا تختف المباراة هاري كين زوز كرات ثابتة انجلترا تربح تونس الثاني في السفر 2-0 2 بلاش الماني ما فماش الماني ما ثماش يا الله على 90+6 الدقائق التي تعودناها تاريخيا للالمان هي الان ضد الالمان في الضربة الحرة المباشرة وترى ما في هذا الامل ممكن امال الالمان الله 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 ألمانيا صارت سعيدة في الوقت القاتل ألمانيا ص...